وقعت فودافون مصر اتفاقية مع المتحدة للخدمات الرقمية الرائدة ووتش إت في مجال المحتوى والترفيه في مصر لإتاحة محتوى المنصة لشريحة أكبر من عملاء نظام فيليكس من فودافون بلا حدود، وذلك بالشراكة مع منصة ووتش إت المنصة المصرية الرائدة في المحتوى الترفيهي العربي والتابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية. صرح رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية حسن عبد الله بأن التعاون مع فودافون يأتي ضمن المنهجية الحالية للشركة المتحدة، والتي تستهدف الانفتاح على السوق والتوسع في نطاق اتفاقيات التعاون والشراكة، بما يسمح بنشر المحتوى الهادف والترفيهي عبر مختلف الوسائط الرقمية المتاحة. كما تستهدف الشركة المتحدة إتاحة المحتوى بكافة أنواعه بما فيها المحتوى الرقمي لكافة شرائح المستخدمين.